إعلان الانتخابات المبكرة في البلاد لم يقدم مكتب نينوى لمفوضية الانتخابات أي نشاطات تدل على استعداده للعملية الانتخابية، رغم تأكيده على توفير مراكز متعددة، خصوصا وأن الكثير من المواطنين لم يتسلموا بطاقاتهم البيومترية بسبب التخوف من وباء كورونا أو لعدم الثقة بعضهم في نتائج الانتخابات بسبب تجاربهم السابقة. يخيم على نينوى من التهيؤ لخوض غمار العملية الانتخابية بسبب تأخر المفوضية في توزيع بطاقات الناخبين وعدم تحديث بيانات المواطنين تخوفا من الوباء أو لعدم ثقتهم بالنتائج التي تتكرر مع كل عملية انتخابية. بطائق بعد ما وزعوا، بس ان شاء الله يعني من يوزعون نروح نستلم البطاقة عادي، يعني الناس ما تروح تستلم بعد، يعني ما تراجع مركز انتخاب، يعني تقول لك وانا انتخب ماكو فايدة، اكثر شيء ما راح يستلمون، يعني ما راح يستلمون بطاقة الناخب. الناس خاف من الامراض، يعني اكو ناس هواية ما تراجع بسبب هاي الظروف والامراض. اكثر من 12 مليون بطاقة في عموم العراق من اصل 26 مليون بطاقة لم تتمكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من ايصالها لاصحابها. مراقبون يصفون التأخر باستلام البطاقات يعود الى الماكنة الاعلامية المحرضة على مقاطعة العملية الانتخابية، الا ان المؤشرات تدل على مشاركة واسعة لنينوى في الانتخابات القادمة. شبه عزوف عن التفاعل مع الانتخابات بحد ذاته، هذا ينعكس طبيعة التحريض الإعلامي على ذلك. في محافظة نينوى قد نشهد مشاركة عالية جدا نتيجة طبيعة الصراع الموجود بين الكتل السياسية في محافظة نينوى، ينعكس على عملية تعبئة وتحشيد للمواطنين باتجاه دعم قوائم معينة على حساب قوائم أخرى. هذه سوف يستدعي يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة نسبة المشاركة بالانتخابات. وعلى الرغم من غياب نشاطات مفوضية الانتخابات في نينوى وتلكؤ إعلامها في توجيه المواطنين لمراكزها، إلا أن إدارتها أكدت اتخاذها جميع الاستعدادات للعملية الانتخابية ووفرت مراكز لاستقبال المراجعين. مراكزنا مفتوحة للتسجيل البيومتري ولتوزيع البطاقة اهتمامنا الأكبر طبعا بالتعاون مع الإدارة المحلية في محافظة نينوى دوائر الدولة عن طريق المحافظة عن طريق مركز التموين. وبحسب مراقبون فإن قانون الانتخابات الذي لم يقر ملحقه إلى الآن بسبب الشد والجذب بين الكتل والجدل حول الدائرة الانتخابية الواحدة أو المتعددة وآلية توزيع المقاعد قد يتسبب بعرقلة الانتخابات المبكرة في حزيران القادم تلبية لطموح الأحزاب المستفيدة من ذلك. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.